مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الصحافة اليوم. نبدأ حلقتنا كالمعتاد بإطلالة سريعة على أبرز وأهم عناوين الصحف والمواقع الإلكترونية والوكالات الإخبارية المحلية والعربية. وكالة خبر: حصيلة كارثية، لماذا تستهدف الغارات أسر الصحفيين في غزة؟ المنتصف: عصابة الحوثي تغلق صالات الأفراح بصنعاء للحصول على جبايات مالية. مقتل 350 مختطفا تحت التعذيب في سجون ميليشيا الحوثي. الشرق الأوسط: حملة جباية وابتزاز حوثية لملاك صالات المناسبات في صنعاء. أندبندنت عربية: منظمة إنسانية تعلق أعمالها في اليمن بعد وفاة أحد موظفيها بسجون الحوثيين. أكيد نبدأ من موقع اليمن اليوم الإخباري وقطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية بالتعاون مع ملتقى الإعلام العربي ينظمان ندوة حول الإعلام العربي في مواجهة الرواية الإسرائيلية الزائفة، وتحت عنوان دور الإعلام في مواجهة الرواية الإسرائيلية الزائفة ندوة بالجامعة العربية. أوضحت الندوة أنه بجانب استخدام إسرائيل الخوارزمية والبرمجيات التطبيقية التي تغيب المحتوى الفلسطيني وتحول دون انتشاره في الفضاء الرقمي، امتدت شظايا حملات التزييف لمكونات من أجهزة الإعلام الغربي المساند لإسرائيل والتي ذهبت إلى حد المساس بالحريات والحقوق بما فيها قدسية حق المعتقد وحرية التعبير، وشددت على أهمية تكثيف الجهد العربي لاحتواء الرواية الإسرائيلية والعمل على تعزيز الحضور الإعلامي الداعم للقضية الفلسطينية، وخاصة مع تزايد انتشار الخطابات العنيفة المحرضة على الكراهية والتطرف العقائدي. وبهذه المناسبة أشارت أيضا بالروح المهنية العالية للصحفيين والإعلاميين الذين يعملون بنكران ذات على تغطية مجريات وقائع الحرب الرهيبة التي أزهقت أرواح بعض هؤلاء الصحفيين بجانب الآلاف من النساء والأطفال والطواقم الاستشفائية والإغاثية والمدنيين العزل. في الموقع أيضا: ميليشيا الحوثي تقتحم منزل أحد الموظفين لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في العاصمة صنعاء بعد شهرين من اختطافه، وتحت عنوان ميليشيا الحوثي تختطف موظفا أمميا من أبناء صعدة. قالت مصادر حقوقية إن الميليشيا اقتحمت منزل الشاب مبارك العنوة ونهبت جهازه الخاص به، كمبيوتر وتليفونات أيضا، تليفونات زوجته وأولاده، وعبثت بمحتويات المنزل وأفزعت الأطفال والنساء. وللشهر الثاني تواصل الميليشيا الحوثية إخفاء الموظف في المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مبارك العنوة، وهو من أبناء محافظة صعدة، تختطفه في سجونها. في وكالة خبر: الكيان الإسرائيلي المحتل يعاقب الصحفيين بقتل عائلاتهم ليكفوا عن كشف جرائمها. بهذه العبارة يؤكد نقيب الصحفيين الفلسطيني في قطاع غزة تحسين الأسطل اتهامه لقوات الاحتلال الإسرائيلي بتعمد استهداف منازل الصحفيين، وتحت عنوان حصيلة كارثية، لماذا تستهدف الغارات أسر الصحفيين في غزة؟ يضيف الأسطل أنه رغم التعرض للقصف المتواصل في الميدان فإن الصحفيين لاحقوا الجرائم التي يتم ارتكابها في كل مكان في القطاع، ورغم تدمير مؤسساتهم ومكاتبهم الصحفية فإنهم لم يتوقفوا. لذلك تحاول إسرائيل بكل السبل، كما جاء في حديث نقيب الصحفيين، تحاول معاقبة الصحفيين الفلسطينيين على فضحهم لجرائمها بشكل متواصل حسب نقيب الصحفيين. في الوكالة أيضا وفي الشأن اليمني: عدد من منتسبي وزارة الداخلية يشكون تأخير صرف مرتباتهم لشهر سبتمبر 2023 ويطالبون بصرفها أسوة بموظفي مختلف القطاعات الدولة، مطالبين مجلس القيادة الرئاسي بسرعة التوجيه بصرفها، وتحت عنوان
منتسبو الداخلية اليمنية يشكون تأخير صرف مرتباتهم. يأتي ذلك بالتزامن مع تواتر أنباء عن حالة توتر شهدتها الأيام الماضية بين مسؤولين في قيادة وزارة الداخلية، أسفرت عن اقتحام جنود لمكتب الشؤون المالية بديوان الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن. وأكد العديد من منتسبي وزارة الداخلية أن شهر أكتوبر يشارف على الانتهاء، في الوقت الذي لم يتسلموا مرتباتهم لشهر سبتمبر الماضي دون معرفة الأسباب. في صحيفة المنتصف، مصادر محلية تقول إن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا أغلقت عشرات من صالات الأفراح في العاصمة المختطفة صنعاء وتحت عنوان عصابة الحوثي تغلق صالات الأفراح في صنعاء للحصول على جبايات مالية. أوضحت المصادر أن الهدف من هذه الخطوة هو ابتزاز مالكي الصالات وإجبارهم على دفع إتاوات غير قانونية تحت مبررات واهية. أشارت المصادر أيضا إلى أن حملات حوثية أغلقت العديد من صالات الأفراح في أحياء مذبح وعصر والسنينة والرباط التابعة لمديرية معين غرب العاصمة المختطفة صنعاء. في الصحيفة أيضا، مصدر في الوفد الحكومي المفاوض حول الأسرى يتحدث عن إقدام الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانيا على قتل أكثر من 350 مختطفا نتيجة التعذيب في سجونها وتحت عنوان مقتل 350 مختطفا تحت التعذيب في سجون ميليشيا الحوثي. قال المتحدث باسم وفد الحكومة المفاوض حول الأسرى ماجد فضائل في حسابه على منصة إكس إنهم وثقوا أكثر من 350 حالة قتل نتيجة التعذيب في سجون الميليشيا الحوثية، كان آخرها مقتل هشام الحكيمي الموظف في منظمة إنقاذ الطفولة الدولية. وأضاف وكيل حقوق الإنسان في الحكومة المعترف بها دوليا أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تواصل تنفيذ عمليات التصفية الجسدية والقتل تحت التعذيب بحق المختطفين والمعتقلين في سجونها، ومنها مقتل الحكيمي العامل في منظمة دولية متخصصة برعاية الأطفال تم اختطافه قسرا من قبل الميليشيا قبل شهرين من وسط العاصمة صنعاء. في موقع المشاهد، تدفق مياه السيول الجارفة يتسبب بتوقف حركة سير المركبات وشاحنات نقل البضائع التجارية بين محافظتي لحج وتعز مساء أمس الخميس وتحت عنوان توقف حركة النقل بين لحج وتعز. أوضح الناشط المجتمعي نجم الدين العبسي للموقع أن تدفق السيول الجارفة القادمة من جبال العبوس جنوب مديرية حيفان جنوبي محافظة تعز قطعت حركة السير بوادي معادن الرابط بين مديريتي حيفان تعز وطور الباحة بلحج. أضاف أيضا أن مئات المسافرين عالقوا على جنبات وادي معادن بمنطقة المفاليس بمديرية حيفان وصولا إلى مناطق مجاورة في مديرية طور الباحة جنوبا. في السياق ذاته توقفت حركة السير بمديرية القبيطة شمال لحج جراء هطول الأمطار الغزيرة وتدفق السيول على الطريق البديل الرابط بين محافظي لحج وتعز. أين ذهبت شرعيتنا المنتظرة؟ مقال للكاتب جميل العمراني جاء فيه وكأن الذاكرة لم تخننا بعد، وكأننا ما نزال نتذكر أن هناك شيئا اسمه شرعية. نعم، كيف يمكننا أن ننسى أو نتناسى الطرف الوحيد الذي جمعنا نحن كيمنيين في الداخل وفي الخارج؟ كل آمالنا عقدناها عليها مستأنسين بهاجس الدولة في صورتها المثلى، الدولة التي حظيت باعترافنا ثم باعتراف المجتمع الدولي لتكون ممثلة لكل اليمنيين دون تمييز أو تخصيص، وبما يتوافق مع شكل الحكم المرتجى الحفاظ عليه الحكم الجمهوري وعقده الاجتماعي المتعارف عليه والمتمثل في دستور الجمهورية اليمنية. نعم، لا نزال نتذكر الشرعية جيدا، ولكن هل ما تزال الشرعية تتذكرنا؟ هذا هو السؤال الذي ما ينفك يشغل بالنا ويؤرق وجودنا، خصوصا حين ندقق في الواقع فيكشف لنا بأسف كبير أننا كثيرا ما نكون خارج حسابات هذه الشرعية التي تصر من وقت لآخر على خذلاننا وكسر مجاديفنا بالرغم من أننا ما نزال متمسكين بقاربها
نواجه الأخطار والعواصف والظلمات لئلا ينقلب ذلك القارب أو تلتهم الأعماق والأعاصير. الشرعية لك أن هذا الاسم بدأ منذ عام وأكثر يتضاءل في الحضور ويتراجع حتى في ملفوظ الواقع الذي نعيشه اليوم بشكل ملفت للاهتمام لصالح ميليشيا تطوق واقعنا من هنا وهناك، فمن ميليشيا الحوثي الانقلابية إلى ميليشيا الإصلاح إلى ميليشيا الانتقالي، ولا يستبعد أن يكون في الانتظار ميليشيات ومسميات أخرى. لا يستحيل أن يواجهنا بها الواقع في لحظة ما، في حدث ما، في متغير ما. تساؤلات كثيرة تفرض نفسها بقوة في صدر اللحظة، أهمها أين ذهبت الشرعية في الوقت الذي نحن في أمس الحاجة إلى حضورها وتمثيلنا في الأحداث والمجريات؟ هل ما زالت حية تتنفس؟ يطرح الواقع اليوم تفاصيله على مستوى الداخل والخارج، ويظل يراوح بين حقيقة ما نحمله من هموم وما نتمناه من متغيرات، وبين احتمالات أخرى مجرد التفكير فيها يبعث على الرعب والاطمئنان، فهي بمثابة الخسارة، الخسارة غير متوقعة إطلاقا. فأي شعور بالخذلان هذا الذي سمحت لنا شرعيتنا بأن يهاجم إيماننا بها وترقبنا إياها كل لحظة لأن تتلقف أيدينا الممدودة باستمرار باتجاهها على أمل أن تصنع لنا شيئا ولو على الأقل حمايتنا مما يلوح لنا من شرور وخسارات لا يمكن أن تدخل دوائر الاحتمال، كما لا يمكن التعايش معها في كل الأحوال. ننتقل إلى الصحافة العربية وإلى صحيفة الشرق الأوسط، وفي توجه لفرض جبايات جديدة شنت الميليشيا الحوثية خلال الأيام الماضية حملة لإغلاق عدد من صالات المناسبات في صنعاء بالتزامن مع تعديلات أجراها البرلمان الخاضع لسيطرتها على قوانين ضريبية وجمركية لفرض مزيد من الإتاوات على السكان الذين يعانون أيضا أوضاعا كارثية ويحتاجون إلى المساعدة العاجلة. وتحت عنوان حملة جبايات وابتزاز حوثية لملاك صالات المناسبات في صنعاء، ذكرت مصادر محلية في صنعاء أن حملة الجباية الحالية على صالات المناسبات تركزت في أحياء مذبح وعسر والسنينة والرباط التابعة لمديرية معين غرب العاصمة، وأقدم منفذو الحملة على إغلاق عدد من الصالات بحجة مخالفة التعليمات والقوانين. بلغ عدد الصالات التي أغلقت على يد مشرفي وعناصر الميليشيا خلال يوم واحد في صنعاء نحو 8 قاعات مخصصة للأفراح والمناسبات، من بينها صالات الفردوس والعنود في السنينة والفيروز واللواء الأخضر واللؤلؤة في حي مذبح، إلى جانب إغلاق 3 صالات أخرى في حي عصر وحي الرباط. في الصحيفة أيضا، وفي سياق مساعيها لتسليع التعليم وجباية المزيد من الأموال من خلاله، أقدمت الميليشيا أخيرا على تأجير أسطح عدد من المدارس والمجمعات التربوية الحكومية في إب لشركات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بالتزامن مع تأكيد دولي على تراجع جودة التعليم في اليمن. وتحت عنوان الحوثيون يؤجرون أسطح المنازل أو أسطح مدارس محافظة إب اليمنية لشركات الكهرباء الشمسية. كشفت مصادر تربوية كما جاء في الصحيفة عن إقدام قيادات حوثية يتصدرهم محمد الغزالي المنتحل صفة مدير التربية والتعليم في المحافظة على تأجير أسطح 4 مدارس في إب ويريم لتجار موالين للميليشيا يعملون في توليد الكهرباء بالطاقة البديلة، في حين تواصل الميليشيا تجاهل مطالب المعلمين بصرف رواتبهم المنقطعة منذ سنوات. ولفتت المصادر إلى أن تأجير هذه المدارس يعد مرحلة أولى، حيث تنوي الميليشيا توسيعها مستقبلا لتشمل مدارس حكومية أخرى في مناطق متفرقة من المحافظة. في صحيفة أندبندنت عربية، منظمة إنسانية بريطانية تعلن تعليق عملياتها شمال اليمن بعد وفاة أحد العاملين معها أثناء احتجازه في صنعاء الواقعة تحت سيطرة الميليشيا. وتحت عنوان منظمة إنسانية تعلق أعمالها في اليمن بعد وفاة أحد موظفيها بسجون الحوثيين، قالت منظمة رعاية الأطفال سيف ذا تشيلدرن عن غير الحكومية في بيان إنها تشعر بالحزن الشديد
لتأكد وفاة أحد موظفيها أثناء احتجازه في اليمن، داعية إلى إجراء تحقيق مستقل وفوري في الحادثة. وأوضحت المنظمة أن مدير قسم الأمن والسلامة في مكتبها باليمن هشام الحكيمي اعتقل في 9 سبتمبر الماضي خارج أوقات عمله، وأنه على رغم محاولاتها مع عائلته والمحامين إلا أنه لم يتمكن أحد من رؤيته أو التحدث معه طوال فترة احتجازه. أكدت أنه أيضا لم توجه إليه أي اتهامات أو إجراءات قانونية من قبل السلطات أو حتى تقديم أسباب لاحتجازه في صنعاء، مشيرة إلى أنها ستعلق عملياتها شمال اليمن بأثر فوري. عن ذات الموضوع، في صحيفة البيان الإماراتية، منظمة رعاية الأطفال البريطانية غير الحكومية تعلن تعليق أنشطتها الإنسانية كافة شمالي اليمن بعد وفاة مدير قسم الأمن والسلامة في مكتبها في صنعاء خلال احتجازه منذ 50 يوما داخل أحد سجون الميليشيا. وتحت عنوان: منظمة بريطانية تعلق أعمالها في اليمن، أفادت المنظمة في بيان بأنها تشعر بالحزن الشديد لتأكيد وفاة أحد موظفيها أثناء احتجازه في اليمن، وتدعو إلى إجراء تحقيق مستقل فوري في الحادثة. أوضحت أيضا أن الحكيمي كان يبلغ من العمر 44 عاما وهو أب لأربعة أبناء، انضم إلى صفوف المنظمة اعتبارا من 2006، ولم تحدد المنظمة ظروف وفاته التي لم تعلن عنها السلطات الميليشيات في صنعاء. أخيرا، في موقع اليوم السابع المصري وفي الشأن الفلسطيني، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا تحذر اليوم الجمعة من أن العديد من الأشخاص سيموتون من جراء الحصار الإسرائيلي المحكم لغزة، مشيرة إلى أن الخدمات الأساسية في القطاع تنهار. وتحت عنوان: الأونروا غزة تواجه كارثة إنسانية بسبب الحصار. قال المفوض العام للوكالة التابع للأمم المتحدة فيليب: بينما نتحدث يموت الناس في غزة، لا يموتون من القنابل والقصف فحسب، بل سيموت العديد من الأشخاص قريبا أيضا جراء تداعيات الحصار المفروض على قطاع غزة. أضاف أيضا أن الخدمات الأساسية تنهار، والأدوية تنفد، والمواد الغذائية والمياه تنفد، وبدأت شوارع غزة تفيض بمياه الصرف الصحي. للحديث عن أبرز تناولات الصحافة المحلية والعربية في الشأن اليمني والشأن الفلسطيني أيضا، معي على الهواء مباشرة من القاهرة الصحفي نزار الخالد، رئيس تحرير صحيفة المنتصف. مرحبا بك. أهلا وسهلا. قبل أن نبدأ الحديث نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود. أرحب بك ضيفي من جديد. نبدأ من صحيفة المنتصف، وعنوان يقول: عصابة الحوثي تغلق صالات الأفراح بصنعاء للحصول على جبايات مالية. إذن موسم جبايات حوثية جديد ضمن سلسلة من جرائم نهب الحقوق والممتلكات. إلى أي مدى برأيك أصبحت الميليشيا الحوثية تعيش وتقتات على الجبايات وامتصاص دماء اليمنيين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الجبايات التي تمارسها ميليشيات الحوثي أو عصابة الحوثي الإرهابية ليست جديدة، ولكنها تستغل سيطرتها على مناطق ذات كثافة سكانية عالية، واختلقت جبايات متعددة، واعترف زعيم هذه العصابة وقادتها في كثير من المناسبات حول الجبايات، وأسموها جباياتي، وإدراكهم على أنها هذه الأموال خارجة عن القانون وعن الدستور اليمني، وأنها مبالغ تؤخذ بقوة السلاح من المواطنين. عملية إغلاق الصالات، وقبلها إغلاق الصيدليات، وقبلها إغلاق المدارس الخاصة، كلها بغرض الجبايات المالية. رغم توقف الجبهات القتالية، توقف الحرب، توقف أشياء يعني أي أعمال قتالية أو عسكرية التي كانت عبارة عن مبرر أنها تأخذ الجبايات من أجل تغطية سد المعارك في الجبهات. الآن لنا تقية يعني ما يقارب العام الجبهات القتالية متوقفة،
لا يوجد أي أعمال عسكرية، بينما ظلت الجبايات تمارس في كل حارة وفي كل قرية وفي كل شارع في الجمهورية اليمنية التي تقع أغلب في مناطق سيطرة الحوثي. نعم، موضوع الجبايات أصبحت ثقافة لدى الحوثي وأصبحت عادة وأصبحت بيئة يمارسها، وهو اعتمد على كثير من القيادات الخارجية عن القانون والذي كانوا عبارة عن لصوص وفي السجون، فأطلق سراحهم وعينهم عبارة عن مشرفين مربعات أو مسؤولين في بعض الجهات الأمنية أو الحكومية، فمن الطبيعي أن يمارسوا هذه العادة ولا يمكن أن يتخلصوا منها غير في إطار انتفاضة شعبية. نعم، في اليمن، بمعنى أنهم أن الميليشيا باتت لا تحتاج حتى لمناسبات لكي تفرض المزيد من الجبايات. بالتزامن تابعنا يوم أمس وأمس الأول فرض الميليشيا الحوثية أموال كبيرة على البسطاء من التجار ومن الباعة ومن سائقي سيارات الأجرة والنقل أيضا بمزاعم دعم غزة والقضية الفلسطينية. كيف تتابع تلك الحملات التي تفرض على البسطاء بمزاعم دعم غزة؟ لم يسلم منهم حتى الباعة المتجولين. نعم، لم يسلمهم أصحاب البسطات، فما بالك بالمالك السيارات أو غيرها. موضوع غزة قد كشفت الأيام كذبهم وخداعهم، ولاحظنا على أنه كثير من عمليات الفساد التي نشرت في وسائل الإعلام في إيرادات سابقة وفي مبالغ تم التبرع بها من المواطنين من ذهب ومن مبالغ مالية وسرقتها خلال الخمس سنوات الماضية. نعم، إذا كان منزل الزعيم الشهيد ياسر عرفات لم يسلم منهم وتم احتلاله من ما يسمى نائب رئيس الوزراء محمود الجنيد، والذي محتل مبنى منزل الشهيد الرئيس ياسر عرفات، فلم هناك كمان المباني الخاصة التي كانت تتبع السلطة الفلسطينية تم الاستيلاء عليها. أكثر من مرة يتم النشر حول عملية فساد طالت المبالغ التي يتبرع بها المواطنين اليمنيين للمقاومة في فلسطين، ناهيك عن سندات يتم قطعها وطباعتها دون التنسيق مع الجانب الفلسطيني أو الجهات المعنية لمعرفة ما هي الإيرادات التي تم توريدها. كل ذلك يأتي في إطار ما تقوم به ميليشيات الحوثي في نهب أموال الشعب، تخترق مناسبات، تخترق أعذار فقط من أجل ابتزاز المواطن تحت مسميات متعددة. طيب، ألا تفكر تلك الميليشيا في الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها اليمنيون والأسوأ أزمة إنسانية في العالم يعاني منها اليمنيون قبل فرض تلك الجبايات؟ يا عزيزي، ما مشى أنا أعتقد على أنها مرحلة، وما هو قادم هي المرحلة الأصعب. فالميليشيات الحوثي الآن ربما ذاهبة إلى إغراق اليمن في حرب إقليمية ليست بحاجة لها في المرحلة الحالية وهي بعيدة. ممكن دعم القضية الفلسطينية في كثير من الحالات وفي كثير كان الأحرى بدل على أن يتم ما تقوم به ميليشيات الحوثي الآن من عملية جر الصراع ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، تسعى الآن إلى جر الصراع والحرب على الأرض اليمنية ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. هنا الكارثة الحقيقية، والسيناريو الآن هو واضح بشكل جلي على أنه إيران تريد أن تجنب، أو النظام الإيراني يريد أن يجنب بلاده الحرب التي توشك أن تقوم، أو الضربة التي توشك أن تقوم بها الولايات المتحدة ضد إيران، فبحيث أن ترمي بالكرة في الأرض اليمنية. اليمن ليست الآن بحاجة ولم تعد بحاجة إلى حرب إقليمية بالوكالة في أرض أصلا أصبحت الشعب منهك وغير قادر لا على حمل السلاح وغير قادر على الجباية
نهيا ما انهكته هذه الميليشيات خلال 8 سنوات الماضيه. نعم. الان الخبراء الايرانيين المتواجدين داخل اليمن والقيادات الحرس الثوري الايراني الموجود في اليمن هم يسعون الى تامين بلدهم من اي ضربه امريكيه، فلتكن المعركه ما بين ايران والولايات المتحده اليمن. نعم. في محور آخر تابعنا في صحيفة اندبندنت عربية عنوان يقول: منظمة إنسانية تعلق أعمالها في اليمن بعد وفاة أحد موظفيها في سجون الحوثيين. كما تابعنا منظمة سيف ذا تشيلدرن تعلق أعمالها في اليمن، وهي منظمة بريطانية تعني بحقوق الطفولة، علقت أعمالها في اليمن بعد تصفية الميليشيا الحوثية مدير الأمن والسلامة في المنظمة هشام الحكيمي. كيف تابعت تفاصيل الحادثة؟ ربما هذا الموضوع وموضوع آخر، وهو اغتيال القيادي الأممي في مدينة التربة، سلط الضوء أكثر للمجتمع الدولي ما تعاني اليمن من الحوثيين والإخوان والجماعات المتشددة التي فرضت على اليمن فرض من الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. فكلاهما يمارس العنف، وربما أن هذا الممارسة العنف جعلهم يصلون إلى موظفين أمميين يسلط الضوء ما يعاني اليمن. فأدركنا الآن على أنه بعد هذه الاغتيال، بعد عملية القتل الحكيمي، على أن هناك إحصائية تقول 350 شهيد تم القضاء عليهم في سجون الحوثي، وهذا رقم مخيف. نعم. وقد يكون هناك أرقام أكثر وأعلى، ولكن يظل السؤال: أين الحكومة الشرعية؟ لماذا لم تتحرك في محكمة الجنايات الدولية؟ لماذا لا تقوم بممارسة مهامها في حماية مواطنيها؟ للأسف الشديد كل يوم يتضح لنا جرائم أعمق وأكبر تمارسها ميليشيات الحوثي في ظل ممارسات فساد أكبر للحكومة اليمنية. نعم. في محورنا الثالث تابعنا في وكالة خبر عنوان يقول: حصيلة كارثية، لماذا تستهدف الغارات أسر الصحفيين في غزة؟ كما تابعنا تصريحات النقيب الصحفيين الفلسطيني تحسين الأسطل يتهم فيها قوات الاحتلال الإسرائيلية باستهداف منازل الصحفيين في غزة. لماذا برأيك اتجهت قوات الاحتلال الإسرائيلية لاستهداف منازل الصحفيين بالتحديد؟ أولا الشكر لوكالة خبر لما قامت به بتغطية واسعة جدا في غزة، وقد تكون من الوكالات القلة في الوطن العربي الذي قامت بالتغطية، وأطلعنا على الجديد فيها. ولكن أنا ما أريد أن أقوله: قبل ما نذهب إلى غزة علينا الذهاب إلى الحديدة وصنعاء وممارسة الحوثيين لأعمال عنف ضد الصحفيين وتهديدهم خلال الثلاثة الأيام والأربعة الأيام الماضية. تعرض الصحفيين للحديدة لعمليات مضايقات شديدة وتهديد بالسجن والتعذيب وتهديد بالقتل، ما يمارسه الكيان الصهيوني في داخل غزة هو يمارسه الحوثي داخل اليمن، وكأنهما كيانين يمارسان نفس المنهجية ضد الكلمة، ضد الحقيقة، لعدم نقلها إلى العالم. الحوثي يمارس نفس العملية داخل اليمن لعدم وصول ما يقوم به من انتهاكات على اليمنيين إلى العالم، وبنفس الوقت الصهاينة يقومون بنفس العملية في قتل الصحفيين من أجل لا تصل الكلمة والصورة للعالم. فكلاهما كيانان عنصريان، كيانان مجرمان في حق الشعبين اليمني والفلسطيني. طيب هل بإمكان ميليشيا الحوثي وقوات الاحتلال الإسرائيلية أن تعتم على الحقيقة وأن تسكت صوت الحق وصوت الحرية في ظل التطور التكنولوجي الموجود وامتلاك المواطنين؟ يعني أصبح المواطنون، يعني الصحفيون جميعهم يستطيعون أن ينشروا كل ما يجري على الأرض. أولا ما يحدث في غزة هو في إطار، وأؤكد عليه، هو في إطار الصراع العربي الإسرائيلي. نعم. ولا يوجد شيء اسمه صراع حماس مع إسرائيل، ولكن صراع عربي إسرائيلي، هذا ما أحب أن أؤكد عليه. وللأسف إن الإعلام العربي بينساق على مفردات وبعض الكلمات التي تطبع أو تعطي للكيان الصهيوني مشروعية.
يا عزيزي لا يمكن أن تموت القضية الفلسطينية لأنها قضية وجود، هذه أولا. اثنين، الله سبحانه وتعالى يعني قد طرحها في محكم آياته، ولا يمكن أن تذهب أو أن يستطيع لا كيان صهيوني ولا الولايات المتحدة الأمريكية ولا خمس دول عظمى أن تمحو القضية الفلسطينية من الوجود. فهناك الأرض الفلسطينية راح 1000 شهيد أو 2000 شهيد أو 3000 شهيد أو 10000 شهيد، فهناك بالتأكيد من الحوامل 50000 مقاتل قادمين إلى في الطريق إلى النضال في الساحة الفلسطينية، وهناك عشرات الآلاف ومئات الآلاف من الشباب العربي تواق للجهاد والنضال في فلسطين. فمن الصعب على الإسرائيليين أو الصهاينة أن يمحوا القضية الفلسطينية أو تصفيتها تحت أي حسابات كانت بتهجيرهم لهنا أو هناك، ولكن لا يوجد حل غير على أن يعود هؤلاء الصهاينة من حيث أتوا. أشكر كل الشكر الصحفي نزار الخالد رئيس تحرير صحيفة المنتصف، كنت معي على الهواء مباشرة من القاهرة، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة، حلقتنا انتهت، في أمان الله.